أحييكم أنتم مشاهدينا الكرام. توصل ارتفاع نسب التحاليل الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا لتفوق 52% مع إمكانية بلوغها ذروتها خلال أسبوعين. تواصل زيارة وفد صندوق النقد الدولي تونس، والوزير الناطق باسم الحكومة يؤكد أن المباحثات تجري بشكل جيد ويشدد على ضرورة حسن توظيف ثقة الصندوق. في ختام جولتها الشرق أوسطية، بايدن يؤكد التزام بلاده بدورها في المنطقة وأنها لن تترك المجال لقوى عالمية أخرى لممارسة نفوذها فيه. السلام عليكم. متابعة لتطور الوضع الوبائي في تونس، فقد تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسبة التحاليل الإيجابية التي فاقت 52% مع إمكانية استمرار صعودها ويرجح بلوغها ذروتها خلال أسبوعين كما أكدته مصادر طبية. ارتفاع كل المؤشرات الوبائية ولعل أهمها التزايد الكبير في عدد الإصابات لتتجاوز نسبة التحاليل الإيجابية 52%، ومن المحتمل أن يتواصل الارتفاع لتبلغ هذه الموجة التي تعد السادسة ذروتها خلال أسبوعين. الأعداد يعني هي تقريبا في حدود 3000 ولا أكثر من 3000 حالة تاع إصابة في اليوم، ونذكروا للأعداد هذه هي مربوطة بالناس اللي عملت التلقيح، وهذا يعني اللي راو الأعداد هي تتجاوز هالنسبة هذه، ولو أن نسبة التحاليل هي كبيرة وتجاوزت 50%، رانا مازلنا معنيين في الأسابيع القليلة القادمة بارتفاع في عدد الإصابات هذه، في انتظار أن نوصلوا للذروة اللي الناس كلها تستنى فيها، اللي حسب تقديرنا ربما بعد زوز ولا 3 أسابيع. ومن خاصيات المتحور أوميكرون B5 سرعة الانتشار والأعراض تدوم أكثر من النسخ الأولى لفيروس كورونا. كنا نحكيه على 3-4 أيام، اليوم قاعدين نلاحظ الأعراض هذه نجم تكون ربما في مدة توصل الجمعة 10 أيام. خليني نأكد اللي راه مادام عندي الأعراض إمكانية أني نعدي الناس واردة جدا. أما بالنسبة لعلاج المصاب بمتحور أوميكرون في نسخته الخامسة، فقد أكد رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى شارنيكول هشام عوينة على أهمية الابتعاد عن المضادات الحيوية للحالات الغير خطيرة. في الحالات اللي هي ما فيهاش خطورة، حتى إذا كان باش ناخذ دويات ناخذ دويات للأعراض، إيش معناتها؟ نجم ناخذ دواء يطيح لي شوية سخانة إذا كان سخانة مقلقتني. بقيه الادويه الاخرى في الحالات اللي قلت عليها اللي هي ما فيهاش خطوره ما عندها حتى لازمه، وخاصه نجم تكون عندها مضاعفات سيئه، اصبح من الممكن ان نستعملوا دواء مش مضاد حيوي ضد البكتيري، ولكن هو مضاد للفيروسات. ان شاء الله في القريب العاجل باش يكون متوفر. وأمام دقة الوضع الوبائي اختلف الشارع التونسي، فتراوحت تصرفاته بين الالتزام بالإجراءات الوقائية أو التخلي عنها. قاعد ينتشر بصفة كبيرة، هذاك علاش أخذنا احتياطاتنا، هاني نعمل بافيت، كي نبدأ في وسط برشا عباد نعمل البافيت. أكيد يلزمنا نستحفظ على رواحنا مادام عنا والدينا في الدار وعنا صغارنا، باش ما يزيدش ينتشر. لا أنا ما نستعملش ماسك، نحمي من عند ربي. ويبدو من الضروري الالتزام بكل الإجراءات الوقائية لتفادي العدوى بالمتحور أوميكرون الذي ستبلغ الإصابة به ذروتها في الأيام القادمة. يجري وفد من صندوق النقد الدولي مباحثات مع شركاء الحكومة الاجتماعية والاقتصاديين لمناقشة السياسات والإصلاحات التي يشتمل عليها برنامج الإصلاح الحكومي، ولبحث فرص إمضاء اتفاق مع الصندوق حول تمويل ب4 مليارات دولار. لقاءات ومباحثات تدار منذ أيام بين وفد من صندوق النقد الدولي والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للحكومة التونسية من أجل مناقشة السياسات والإصلاحات التي حددها برنامج الإصلاح الحكومي بهدف ضمان مناخ توافقي تلتف حوله كل الأطراف ويعزز فرص نجاح تونس في إمضاء اتفاق مع الصندوق والحصول على تمويل بقيمة 4 مليار دولار يكون متنفسا للمالية العمومية ويعزز خروج تونس على الأسواق المالية العالمية. صندوق النقد الدولي يعرف مليح بأنه الإصلاحات ما تخصش كان الحكومة، تخص أطراف اقتصادية وخاصة الأطراف الاجتماعية، وحسب اعتقادي الطرف الرئيسي هو الاتحاد العام التونسي للشغل،
لأنه الأطراف الاقتصادية الأخرى الاتحاد العام الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ولا الكونفدرالية المؤسسات أو مؤسسات مشابهة هي الحقيقة خليني نقول مقاربة صندوق النقد الدولي تشبه كثيرا مقاربة هذه المنظمات. مقاربة الاتحاد العام التونسي للشغل يمكن مختلفة بعض الشيء عن مقاربة صندوق النقد الدولي لأنه فيها تركيز كثير على الجانب الاجتماعي. المنظمة الشغيلة وخلال لقائها بممثلي الصندوق أكدت انفتاحها على كل حوار جدي ومسؤول باعتباره حسب توصيفها السبيل الوحيد لبلورة برنامج تونسي تونسي لإصلاحات قابلة للتطبيق والرجوع الفوري لمناقشة الملفات في نطاق الشفافية وكشف البرنامج الحقيقي للحكومة. وحسب ما توفر لنا من معلومات مستقاة من بيان الاتحاد العام التونسي للشغل وتصريحات إعلامية حول فحوى اللقاء فإنه كان إيجابيا حيث ساهم في تقريب وجهات النظر، شدد فيه الاتحاد على أهمية المحافظة على القدرة الشرائية للعمال واحترام مصداقية التفاوض والقيام بإصلاحات لا تزيد من حدة تدهور الأوضاع الاجتماعية. نحكيه على كتلة الأجور، نحكيه على تجميد الأجور، نحكيه على وقف الانتدابات، وقت نحكيه على مؤسسة العمومية نحكيه على ممكن بيع جزء من حصص الدولة إلى الخواص، وقت اللي نحكيه على النظام الجبائي ممكن نحكيه على رفع في الجباية، رفع معناتها الدعم على بعض المواد، حوار وطني مع شركاء هذوم الاجتماعيين وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل، هو حوار مهم، حوار يخلي المشاكل العالقة تتحل. من جهته أكد طارق الشريف رئيس منظمة كونفدرالية المؤسسات المواطنة أن اللقاء كان إيجابيا مع ممثلي الصندوق وأن المرحلة الحالية تقتضي العمل وإنتاج الثروة. هو باش ننجحوا معناها البرنامج هذا على 3 أو 4 سنين اللي هو وممكن باش ننجحوا، أما يلزمنا نكونوا كلنا مأمنين بهذا ويلزمنا نفسروه للشعب التونسي، معناها ما يلزمش نلوجوا كان باش ناخذوا الفلوس، الفلوس يلزمنا ناخذوها ونستعملوها أحسن استعمال، ويلزم نعرفوا من 2023 و24 الدين الخلاص متاع الدين متاع تونس عمال يكبر وقاعد يكبر بالدولار، وشفتوا الدولار كيفاش قاعد يطلع، وشفتوا اليوم معناها الحالة في العالم، معناها هذا من كل راهو عوامل يلزمنا ناخذوهم بعين الاعتبار، يلزمنا نخدموا. لقاء آخر جمع بعثة صندوق النقد الدولي مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تناولت الإصلاحات التي تحتاجها البلاد حتى يستعيد الاقتصاد عافيته ويحقق نسب نمو محترمة. ويذكر أن هذه اللقاءات تندرج في سلسلة اجتماعات اختار ممثل الصندوق عقدها وهي تتواصل إلى حدود 24 من الشهر الحالي. وزير التكوين المهني والتشغيل الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين نصيبي كان ضيفنا في النشرة السابقة، وقد تحدث إلينا في هذا الخصوص حول تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. نقول للمواطن التونسي أنه رأي العملية صعب. نعم. في الحقيقة العملية ليست سهلة. علاش؟ كما قلت لك، لأنه مع صندوق النقد الدولي فما تجارب سابقة، وصندوق النقد الدولي ما يقبلش أنه نفس الوعود اللي تعطات قبل ولم تنفذ تعاد الكرة مرة أخرى، فكانوا حذرين جدا في هذه المفاوضات. إذن هل ثقة على المحك في هذا المستوى؟ نحن أثبتنا صندوق النقد الدولي أنه جميع الضمانات موجودة لهذه المشاريع حتى تنزل على أرض الواقع، وهما كذلك باش يمشيوا معنا خطوة بخطوة، فبالتالي أنت تعرف بالكدي يعطيك جزء ويشوفك قدمت بالكدي يمشي معك في الجزء الثاني. هذا ضمانة راهو لينا نحن وضمانة للهمومة وضمانة للشعب التونسي. أنا ما نحبش نسبق الأحداث، لكن نجم نقولوا أنه راهو الحكومة قدمت مشروع ممتاز، المحادثات دارت بشكل جيد. نجحنا في استعادة جانب كبير من ثقة صندوق النقد الدولي في تونس. صندوق النقد الدولي قالوا لنا راهو مش ممكن يتخلاو على تونس، يبقى الآن هذا المشروع لازم التوانسة الكل مع بعضنا نرجع قيمة العمل، نثبتوا للعالم الكل أن نستحقوا هذه الثقة. علاش؟ لأنه راهو بعيدا على جميع الإشاعات اللي تصدر أنه صندوق النقد الدولي فما إكراهات وفما إملاءات، ليه؟ بالعكس، صندوق النقد الدولي نحن قلنا له نحتاج مساعدة. علاش؟ باش نجموا المواطن التونسي نعطيه العيش الكريم اللي طالبه بإيجاز. صندوق النقد الدولي عندما يثق فينا ويعطينا هذه الاعتمادات علينا نحن فقط كتوانسة نحسن توظيفها ونحسن انفاقها باش تخلق لنا الثروة باش نجموا نعيشوا في المستوى اللي نرضاه للشعب التونسي
بعيدا عن الديون اللي مسألة باش تاخذ راي زمن 5 6 7 8 سنوات، لكن إن شاء الله كان نواصلوا شيئا فشيئا خطوة خطوة بنفس المصداقية بإذن الله تونس راي باش تصبح في المكان اللي تستحقها. من أخبار العالم الآن، اختتم الرئيس الأمريكي زيارة إلى الرياض، حضر خلالها قمة أمريكية عربية. قالت واشنطن إنها قمة الحوار والتعاون الاقتصادي. وقد جمعت الرئيس جو بايدن بملوك ورؤساء 9 دول عربية طلبت فيها الإدارة الأمريكية زيادة إنتاج النفط الخليجي في مواجهة ضغط الحرب الروسية الأوكرانية، وشددت على التصدي لمد الشرق الروسي الصيني الإيراني في منطقة تعتقد الولايات المتحدة أنها منطقة نفوذها. في ظرف دقيق يمر به العالم في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على نسب التضخم والطاقة والغذاء، انعقدت في جدة قمة أمريكية عربية. قمة جدة للأمن والتنمية جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن بزعماء دول مجلس التعاون الخليجي 6 بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق. وأكد بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل شريكة نشيطة ومتعاونة في الشرق الأوسط، وأنها لن تنسحب وتترك فراغا تملأه روسيا أو الصين أو إيران. بعد أن أبدى بايدن رغبته في أن تضخ المملكة العربية السعودية وشركاؤها في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك مزيدا من النفط للمساعدة في خفض التكلفة المرتفعة للبنزين وكبح جماح أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة منذ 4 عقود. من جانبه، اعتبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن هنالك حاجة لتوحيد الجهود لدعم الاقتصاد العالمي ومزيد من الاستثمارات في الوقود الأحفوري وتقنية الطاقة النظيفة لتلبية الطلب العالمي، وأن سياسات خفض الانبعاثات غير الواقعية ستؤدي إلى مستويات غير مسبوقة من التضخم، مضيفا أن المملكة تعمل على ترفيع في طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 27 و2000، وبعد ذلك لن يكون لدى السعودية أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج، مؤكدا أن تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة سيؤدي في السنوات القادمة إلى تضخم غير معهود وارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة البطالة وتفاقم مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة. كما أكد الزعماء المشاركون في القمة على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في سوق الطاقة وأهمية تسهيل صادرات الحبوب ودعم الأمن الغذائي في الدول التي تأثرت بحرب أوكرانيا، إلى جانب حثهم لكل الدول والمجتمع الدولي على تكثيف الجهود للتوصل لحل سلمي في أوكرانيا، إضافة إلى دعوة إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قمة جدة التي تأتي في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية في إطار رحلته الشرق أوسطية، أكدت الإدارة الأمريكية أنها بمثابة الترويج لرؤية جديدة للشرق الأوسط تقوم على الحوار والتعاون الاقتصادي والعسكري، فعلى غرار الطاقة والنفط أثير ملف إنهاء الحرب في اليمن وكبح نفوذ إيران في المنطقة ونفوذ الصين العالمية. وقد تعهد بايدن في ختام القمة عن مساعدة أمريكية بقيمة مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل تصاعد أزمة الغذاء على وقع الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تقديم مساعدات سنوية للأردن بقيمة 1.45 مليار دولار حتى سنة 2029 و2000. نشبت حرائق بغابات في جنوب فرنسا وإسبانيا أمس السبت، مما أجبر آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي وضع السلطات في حالة تأهب في مناطق من أوروبا. وقد اجتاحت الحرائق غابات فرنسا في الأسابيع الأخيرة وكذلك دولا أوروبية أخرى من بينها البرتغال وإسبانيا، وامتدت رقعة النيران إلى ما يقارب 100 كيلومتر مربع من الأراضي في منطقة جيروند الفرنسية أمس السبت، بينما يكافح رجال الإطفاء في إسبانيا المجاورة لإخماد سلسلة من الحرائق بسبب موجة حرارة غير مألوفة بلغت 45.7 درجة مئوية. والآن إلى أخبار الرياضة، حيث انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد أمام نظيره المصري ب 29-27 مساء السبت في الدور نصف النهائي لكأس إفريقيا المقامة حاليا بمصر. سيلتقي منتخب مصر في المباراة الختامية منتخب الرأس الأخضر الذي تأهل بدوره للنهائي على حساب منتخب المغرب بنتيجة 23-19. بهذا إذن تنتهي النشرة، وأذكركم بعناوين أبرز ما جاء فيها. تواصل ارتفاع نسب التحاليل الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا لتفوق 52% مع إمكانية بلوغها ذروتها خلال أسبوعين.
قوصر زيارة وفد صندوق النقد الدولي تونس، والوزير الناطق باسم الحكومة أكد أن المباحثات تجري بشكل جيد، وشدد على ضرورة حسن توظيف ثقة الصندوق. في ختام جولته الشرق أوسطية، بايدن يؤكد التزام بلاده بدورها في المنطقة، وأنها لن تترك المجال لقوى عالمية أخرى لممارسة نفوذها فيه. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.